بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. أحمده على فضله وإحسانه وإنعامه وأسأله منها أتمها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى مشايخنا وأساتذتنا وعلى مصنف الكتب التي نعلمها ونتعلمها، وعلينا وعلى ذوينا وعلى أحبابنا وعلى سائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر. ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا. ربي تمم بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. طيب، قد فرغنا من مسائل أسباب العلم، ثم المصنف يبين حدوث العالم بجميع أجزائه، وقال فالعالم بجميع أجزائه محدث. فالعالم بجميع أجزائه محدث إذ هو أعيان وأعراض. فهكذا يذكر يشير إلى دليله أيضا. نعم، فالعالم هنا عبر المصنف بالفاء. ما معنى الفاء؟ هذا فاء تفريعية. عصام الدين يذكر في حاشيته تفريع على ثبوت حقائق الأشياء وتحقق العلم بها وكون العقل بالنظر في الدليل سببا للعلم. فالعالم هذا تفريع على هذه الأمور المذكورة سابقا، ليس تفريعا من الأخير، يعني من كون العقل من أسباب العلم، ليس منه خاصا فقط، بل مما بدأ به الكتاب، ثم ما ذكر بعده، ثم ما ذكر بعده، هكذا. فإذن تفريع، يعني لو كان الأمر أن حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحققة وكون العقل بالنظر في الدليل سببا للعلم، العالم فالعالم محدث. لماذا جعله تفريعا من هذه الأمور الكثيرة المجموعة؟ يقول إذ لو اندفع أحدها لم يصح الحكم بحدوث العالم والاستدلال عليه. فإذا هذا تفريع من مجموع هذه الأمور. ثم العالم، ما المراد بالعالم؟ أي ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يعلم به الصانع. ما سوى الله تعالى من الموجودات، ولا يدخل في هذا صفات الله تعالى. لا يدخل في العالم صفات الله تعالى. صفات الله تعالى ليست من مسمى العالم، كما أن ذاته تعالى ليست من مسمى العالم. لماذا؟ ذاته تعالى يعني قديمة، كذلك صفاته أيضا. فإذا ما سوى الله تعالى هذا يعني غير الله، هذه المغايرة تصدق على غير الله، غير ذات الله تعالى وصفاته. لماذا؟ صفاته تعالى ليست غير ذاته كما سيأتي. صفاته تعالى ليست غير ذاته ولا عين ذاته كما سيأتي. فإذا لا يقال في حق صفاته تعالى أنها غير ذاته، لأجل ذلك لا تدخلنا في العالم. ما سوى الله تعالى هذا هو المسمى بالعالم. ثم ذكر مما يعلم به الصانع،
هذا إشارة إلى وجه التسمية، وجه تسمية العالم بالعالم كما ذكر الخيالي رحمه الله. قوله مما يعلم به الصانع إشارة إلى وجه التسمية وليس من التعريف كما هو المشهور، وإلا يلزم الاستدراك. مما يعلم به الصانع يعني وزن فاعل عالم، معناه ما يعلم به فاعل ما يفعل به. ماذا يعلم بالعالم؟ يعلم به صانعه، وجوده، كذلك يعني قدمه، وحدانيته، وسائر صفاته، كلها يعلم من العالم. ثم يقال عالم الأجساد وعالم الأعراض وعالم النبات وعالم الحيوان إلى غير ذلك. هكذا يقال عالم عالم عالم. لما ذكر الشارح هذا؟ يبينه أحمد الخيالي رحمه الله إشارة إلى أن المراد ما سوى الله تعالى من الأجناس. ما سوى الله تعالى من الأجناس هو ليس من الأفراد. فزيد ليس بعالم، يعني زيد هو من العالم، ولا يسمى زيد عالما، ولا يطلق عليه عالم، بل يطلق على الأجناس فقط. ليس بعالم بل من العالم. كذلك أشار وإلى أن العالم اسم للقدر المشترك بينهما، بينهما يعني بين مجموع هذه الأجناس وبين يعني الأجناس واحدها، فيطلق على كل واحد منها، يعني من الأجناس، وعلى كلها وعلى كل الأجناس يطلق له إطلاقان هكذا. ثم لأنه اسم للكل، فإلا لما صح جمعه، عالم يجمع. ثم ذكر عصام الدين هنا قوله يقال عالم الأجسام وعالم الأعراض تنبيه على تخصيص العالم بالأجناس وعلى تعميمه، يعني تعميم الأجناس هكذا إطلاقان، بحيث يشمل ذوي العلم وغيرهم، دفعا لتوخم ما رجحه الكشاف من كونه اسما لذوي العلم من الملك والجن والإنس. ليس كذلك. لماذا يقال عالم النبات أيضا، عالم الحيوان أيضا، عالم الأعراض، عالم الأجسام؟ فإذا جسم عرض نبات ليست هذه من ذوي العلم والعقل، لذلك لا يخص العالم بذوي العلم والعقل بل يطلق على غيره، لأنه لا يتم الاستدلال بالعالم بهذا المعنى على وجود الواجب. ثم بعده فيخرج صفات الله تعالى لأنها ليست عين الذات كما أنها ليست غير الذات كما أنها ليست عينها، هذا شرحته أولا. ثم فالعالم بجميع أجزائه محدث. لم يذكر يكتفي المصنف بقوله فالعالم محدث، بل قال العالم بجميع أجزائه محدث. لماذا؟ اعتبارا لهذا الخلاف الآتي. نعم. ثم محدث، ما معنى الحدوث؟ ثم فيخرج صفات الله تعالى لأنها ليست عين الذات ولا غيرها، هذا عند الأشاعرة، عند أهل السنة، لأنها عين الذات عند المعتزلة. المعتزلة قالوا أن صفات الله تعالى عين ذاته. وكذلك صفات الله تعالى خارجة بقوله من الموجودات. لماذا؟
لأنه لا وجود للصفات عندهم عند المعتزلة. صفات الله تعالى خارجة بسببين عند المعتزلة، إما بقوله من الموجودات أو لأنها عين ذاته تعالى. ثم بعده بجميع العالم بجميع أجزائه. ما هي الأجزاء؟ أجزاء يعني من السماوات وما فيها والأرض وما عليها. هذا من السماوات وما فيها، هذا بيان للأجزاء. سماوات وما في السماوات، الأرض وما على السماء على الأرض. فإذا أليس في الأرض شيء؟ في داخل الأرض شيء؟ نعم، أشياء عجيبة. ومع ذلك لم يذكر الشارح هذا، فإذا يضاف إليه ما عليها وما فيها أيضا بجميع أجزائه. هذا جميع الأجزاء أجزاء شامل لما في الأرض أيضا، لكن الشارح اكتفى بذكر ما عليها لكون العقائد مختصرة في المدارك، هكذا ذكر مجد الدين في حاشيته. يعني هنا يستدل بحدوثه على وجود الصانع. إذن هذا العقائد مختصرة لكون العقائد مختصرة في المدارك. فإذن ما في داخل الأرض هو دليل على وجود الصانع، ومع ذلك هنا لا يفيد كثيرا. أو يعني يمكن أن يقال هذا يدخل في نفس عبارة الشارح ما في داخل الأرض، هذا يعني أسلوب في التعبير، السماوات وما فيها، كذلك الأرض وما عليها، هذا ليس لإخراج شيء، بل هذا عبارة تعم جميع موجودات العالم، لكن هذا أسلوب. محدث أي مخرج من العدم إلى الوجود، هذا معنى المحدث. حدوث يعني خروج من العدم إلى الوجود. خلق هو الإحداث، هو الإخراج من العدم إلى الوجود. ثم أولا فسر المحدث بقوله مخرج من العدم إلى الوجود، ثم يفسره مرة ثانية، يشرحه مرة ثانية بقوله بمعنى أنه كان معدوما فوجدا. لماذا هكذا يعني تفسيران؟ يشرحه عصام الدين إشفرايني رحمه الله قوله أي مخرج من العدم إلى الوجود للحدوث تفسيران. الحدوث له معنيان تفسيران، أحدهما الخروج من العدم إلى الوجود، هذا حدوث خروج من العدم إلى الوجود، وهو بهذا الاعتبار صفة للموجود. إذن الموجود هو يخرج من العدم إلى الوجود. ثم وثانيهما كون الوجود مسبوقا بالعدم، شيء موجود وهذا وجوده كان مسبوقا بالعدم، يعني أولا كان معدوما ثم وجدا، وهذا أيضا يطلق عليه الحدوث، وهو بهذا الاعتبار صفة للوجود. يعني هذا الحدوث صفة للوجود على هذا المعنى الثاني للحدوث، أما على المعنى الأول هو صفة للموجود، الموجود هو الذي يخرج، الوجود هو الذي يكون مسبوقا بالعدم هكذا. فالأنسب بحمل المحدث على العالم حمله على المعنى الأول، العالم هو موجود، العالم بجميع أجزائه محدث. فإذا
فسره الشارح بمعنى يليق أن يكون صفة للعالمين، لذلك قال أي مخرج من العدم إلى الوجود، فلذا اختار هنا. ثم فسر الإخراج من العدم إلى الوجود بأنه كان معدوما فوجدا. لماذا هذا التفسير؟ إشارة إلى أن المقصود من الإخراج من العدم إلى الوجود معنى مجازي، يعني الخروج من العدم إلى الوجود معنى مجازي ليس معنى حقيقيا، وإلا فالعدم ليس محلا للوجود حتى يخرج منه شيء إلى الوجود. هذا خروج من العدم إلى الوجود لو كان معناه حقيقيا يكون نظيره خرج فلان من المسجد إلى ساحته، أو من مركبه سيارته إلى الشارع، فإذا يكون هذا محلا للوجود، ينبغي أن يكون محلان للوجود، ثم خروج من أحدهما إلى الآخر، هكذا ليس العدم محلا للوجود للموجود. لو كان معنى حقيقيا يفيد هكذا، لذلك قال ليس هذا معنى حقيقيا بل هذا الخروج يعني بمعنى مجازي. وإلى أن لا واسطة بين الوجود والعدم، كذلك أشار إلى معنى ثاني، إشارة إلى أن لا واسطة بين الوجود والعدم كما قيل. ماذا قيل؟ إن زمان الخروج من العدم إلى الوجود غير زمان الوجود والعدم، هكذا قيل. زمان الخروج من العدم إلى الوجود غير زمان الوجود وغير زمان العدم، فيكون هناك واسطة بين الوجود والعدم بالزمان، فإذن هو أشار ليس ذاك، بمعنى أنه كان معدوما فوجدا، فإذن ذهب يعني هذا الإيهام، إيهام كون العدم محلا للموجود أولا، مخرج من العدم إلى الوجود، بمعنى أنه كان معدوما فوجدا. ثم هذا يقال يعني تفسير الخلق الإخراج من العدم والوجود إلى الوجود، هذا هو الخلق. هذا الخلق عادة يكون من مادة، عادة من مادة، هذا كل شيء ينشأ، يعني الإنسان يصنعون أشياء، فهذه الأشياء كلها يعني تخرج أو تحدث أو تنشأ تصنع من مادة أخرى، فكذلك يعني هنا الجمادات النباتات كلها هذه الأشجار كذا كذا أشياء كلها يعني من مادة، فكذلك الحيوانات أيضا إما من نطفة أو يعني من جزء من بيضة وهكذا. فإذا ما معنى يعني الخلق هنا؟ وكذلك ممكن نجار يصنع يعني أشياء الآلات كرسي سرير كذا كذا، هل هناك خلق أو هنا صنع فقط من الإنسان؟ لا، كل ما يوجد من الموجودات يكون هناك خلق يخلقه الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني خروج أو إخراج من العدم إلى الوجود، مثلا نذكر يعني صنع طعام، صنع طعام مثلا صنع الشاي، فإذا عندما نصنع الشاي هذا قبل أن يحدث هنا هذا الشاي كان هناك أشياء، الماء والحليب اللبن، وكذلك يعني هذا مادة الشاي يعني هذا دقيق، وكذلك سكر، وهذه أشياء مختلفة، ثم جمع ثم بعد ذلك سخن وأغلي، وبعد الإغلاء والتسخين ماذا يكون؟ يعني ينقلب حاله يتغير ويصير شايا،
فإذا الشاعي كان مسبوقا بالآدمي هنا أو كان معدوما ثم صار موجودا. فإذا فعلنا أسباب فقط، أولا أخذنا يعني من كل هذا الأشياء مقدار معين مناسب، ثم ركبنا وجمعنا، ثم بعد ذلك سخرنا، وهذه يعني أسباب. من الذي جعله شايا؟ هو الله سبحانه وتعالى. يعني لو لم يخلق هذا الشايا لا يصير هذه الأشياء شايا، بل يبقى على حالها. أو لو خلقه الله سبحانه وتعالى شيئا آخر غير الشاي يكون شيئا آخر فقط. نعم، كذلك كل شيء. فإذا النجار يصنع هذه الأشياء، هنا يوجد يعني خلق. يعني الطاولة، ما بالنسبة إلى الطاولة كانت هناك أجزاء يعني قطع خشب أخشاب كان قبل الطاولة، فإذا النجار يعني ركبه. عند التركيب يخلق الله سبحانه وتعالى هذه الطاولة على هذه الصورة والشكل هكذا. يعني لو حاول هذا النجار أن يحكم ويثبت يعني خشبة في جانب على يعني هيئة لم يخلقه الله سبحانه وتعالى، لو لم يثبته الله سبحانه وتعالى في هذا المكان على هذه الهيئة لا يكون هذا، بل ماذا أراد الله تعالى هو الذي يكون. نعم، فإذن هكذا من جانب النجار يكون يعني صنع الأسباب، هو يباشر الأسباب هكذا. ثم فعل الرجل أيضا مخلوق، يعني أنا أتحدث، أنا أحرك هكذا يعني اللسان والشفتين كذا كذا. من الذي يصنع هنا الكلام والصوت؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم أنا أكسب هذه الحركة فقط، تحريك اللسان والشفتين والحلق والحنق، هذا إخراج يكون من عندي، هذا كسب فقط. من الذي يخلق خلق يعني الحركة أيضا في اللسان والشفتين هكذا، هذا أيضا من عند الله تعالى. وهناك فأم خاطئ من بعض الناس أن الخلق يكون لو كان من غير مادة، ليس كذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن كثيرا أنه خلق الإنسان، خلق آدم هكذا، عن خلق الإنسان تحدث كثيرا، ذكر كثيرا. إما هذا خلق آدم عليه السلام، خلق آدم كان من مادة التراب، وكذلك إما يكون هذا خلق الإنسان بعد آدم عليه السلام يعني بطريق التناسل، وهذا خلق يعني من النطفة والبيضة يعني من ماء الرجل والمرأة، هنا أيضا يوجد مادة. نعم، لكن لم يكن إنسان قبله، أولا كان هذا نطفة بيضة يعني ماء للرجل والمرأة، بعد ذلك خلق منه إنسان. نعم، أو كان في حق آدم عليه السلام تراب فقط وماء، ثم بعد ذلك خلق منه هذا إنسان ونفخ فيه الروح صار حيا. فإذا هذا معنى مخرج من العدم إلى الوجود، بمعنى أنه كان معدوما فوجد، خلافا للفلاسفة. من المخالفون هنا؟ الفلاسفة، حيث ذهبوا إلى قدم السماوات بموادها وصورها وأشكالها وقدم العناصر بموادها وصورها، لكن بالنوع، بمعنى أنها لم تخلو عن صورة قط. نعم، أطلقوا القول بحدوث ما سوى الله تعالى، لكن بمعنى الاحتياج إلى الغير لا بمعنى سبق العدم عليه. نعم، هو قال بجميع أجزائه نظرا إلى خلاف هؤلاء الفلاسفة، هم يذهبون إلى قدم بعض العالم،
يعني فلاسفة حيث ذهبوا إلى قدم السماوات بموادها وصورها وأشكالها، ثم قدم العناصر بموادها وصورها فقط، فإذن أشكالها حادثة، هم يعترفون بحدوث أشكال العناصر. نعم، لذلك قال هناك بجميع أجزائها، خلافا للفلاسفة حيث ذهبوا إلى قدم السماوات بموادها وصورها وأشكالها. ما هي المادة؟ وقال قدم السماوات بموادها وصورها أشكالها. ما هي المادة؟ وما هي الصورة؟ وما هي وما هو الشكل؟ نعم. المادة هي الهيولى، هم يعبرون هكذا، يعني الفلاسفة يقولون المادة هي الهيولى. ما هي الهيولى؟ أي المادة؟ وهو جوهر، وهي جوهر. الهيولى جوهر قابل للاتصال، جوهر يعني سيأتي. أن العين يعني ما يقوم بذاته من الممكنات، إما يكون مركبا أو غير مركب. المركب يقال له عين، وغير المركب يقال له جوهر أو الجزء الذي لا يتجزأ هكذا. نعم، فإذن هذا جوهر، جوهر يعني ليس جسما، جسم يعني مركب من الهيولى والصورة. إذن هذا أني بسيط، ثم ليس الجزء الذي لا يتجزأ. لماذا؟ لأن الفلاسفة لا يعترفون بالجزء الذي لا يتجزأ، يعني طائفة منهم. إذن هذا جوهر معناه غير مركب، قابل للاتصال والانفصال، وهو يقبل الاتصال والانفصال، وليس لها شكل خاص. نعم، يعني هذا هم يقولون كل عين، كل جسم من العالم مركب من الهيولى والصورة. فإذا لو قطعنا شيئا هذا ينفصل شيئين، من الذي قبل هذا الانفصال؟ ينبغي أن يكون هناك قابل للانفصال، وهذا يقال له مادة هيولى. كذلك لو ركبنا بين شيئين، يعني أخذنا قطعة من العجين وقطعة أخرى ثم جمعنا بينهما، فإذا هذا اتصلت. من الذي أي شيء قبل هذا الاتصال؟ هذا هو المادة. نعم، وهذا قديم عندهم، عند الفلاسفة هذه المادة وهيولى قديمة. مثلا هم يقولون لو يعني حرقنا يعني شجرة يابسة أو خشبا يابسا، فإذا صار رمادا، ثم ألقينا هذا الرماد في أصل شجرة، فإذا هذه الشجرة تأخذ من هذا الرماد أشياء تأخذ، ثم بعد ذلك هذه الشجرة تثمر صار ثمرا، أو هذا تكبر، شجرة تكبر، كيف كبرت؟ بأخذ بعض الأشياء من هذا الرماد، ثم بعد ذلك أيضا شجرة الآن رطبة ثم يبست. فإذا بدأنا من خشب يابس، وهذه دارت دائرة، ففي هذه الأماكن كلها يوجد شيء. يعني عندما أحرقنا هذا الخشب صار رمادا، هنا هل يعني حلقت الخشبة تماما ثم حدث الرماد، وجد الرماد؟ ليس كذلك، بل هنا تغير فقط. فإذا هذا تغير صورة فقط، هذا تغير الصورة، هذا الذي عبروا عنه الذي يقبل الانفصال والاتصال. إذن هنا في الخشبة توجد مادة وهيولى هي التي قبلت صورة الرمادي.
ثم وهذه الرماد وهذا الرماد يوجد فيه هيولى مادة التي كانت أين في الخشبة ثم هذا تدور هكذا هم يقولون هكذا فإذا مادة هذه وليس لها شكل خاص ولا صورة معينة قابلة للتشكيل والتصوير وهذه الهيولى أو الصورة ليس لها شكل ولا صورة معينة بل يتقبل التشكيل والتصوير وهي محل للصورة الجسمية والنوعية هم قالوا هكذا هذه هيولى محل للصورة الجسمية والصورة النوعية يعني كل ما وجد في الخارج من الموجودات يوجد بأمور أربعة هيولى يعني مادة ثم صورة جسمية وصورة نوعية وصورة شخصية يوجد في كل شيء هذه الأربعة يعني هذا على قول الفلاسفة دي. نعم فإذن الهيولى صورة للجسمية والنوعية والصورة الجسمية ثم يعرف ما هي الصورة فإذن هذا مادة مواد السماوات ثم صور السماوات ما هي الصورة الصورة الجسمية هي جوهر متصل قابل للأبعاد الثلاثة المدركة في الجسم في بعض النظر الصورة الجسمية هي جوهر أيضا جوهر ليس عرلا جوهر معناه ليس عرلا بل هذا جوهر ما يقوم بذاته نعم هذا جوهر متصل قابل للأبعاد هذا جوهر متصل أو يقبل الأبعاد الثلاثة يكون له طول وعرض وعمق هو يقبل هذه الثلاثة وهذه الأبعاد الثلاثة المدركة بالجسم في بعض النظر نعم ثم ما هي صورة النوعية هي جوهر أيضا جوهر يعني ليس عرلا بل ما يقوم بذاته هذه صورة النوعية تختلف بها الأجسام أنواعا من الحيوان والنبات والجماد هكذا أولا يعني يكون هناك صورة جسمية لأجل ذلك صار الشيء جسما ثم كيف يتنوع الجسم أنواعا يتنوع إنسانا يتنوع نباتا جمادا حجرا ترابا هكذا يتنوع الجسم كيف لأجل صورة أخرى موجودة في هذا الشيء فهذه الصورة تسمى بالصورة النوعية ثم بعده أنا قلت توجد هناك صورة شخصية ما هي صورة الشخصية هي الماهية المعرولة للتشخص ماهية المعرولة للتشخص التشخص يعرض هذه الماهية هذه الصورة أي ماهية الإنسان مع تشخص زيد فإذا زيد موجود في الخارج له تشخصات وهذه التشخصات أين عرضت عرضت على ماهية الإنسان فإذا هذه صورة شخصية هي الماهية المعروضة للتشخص وهذه هي المبصرة حقيقة فإذا ما هو المبصر في كل موجود هذه الصورة الشخصية أما الحيوانية أو النباتية أو الجمادية لا ترى بل زيدية يرى عمرية يرى هكذا نعم ثم هذه مواد هذه صور ثم وأشكالها ما معنى الشكل الشكل هو الهيئة الحاصلة للمقدار بسبب إحاطة حد أو حدود به إحاطة تامة هذه هي الهيئة بالشكل الشكل يعني هيئة حاصلة للمقدار بسبب إحاطة حد أو حدود به إحاطة تامة فإذا لو كانت كرة هناك يحيط بهذا الجسم شكل واحد فقط أو لو كان نصف الكرة يكون هناك حدان لو كان يعني مربع يكون هناك ثلاثة حدود أربعة حدود كالكرة ونصف الكرة والمثلث والمكعب هكذا يكون ثم فإذا هذه أشكال هؤلاء يقولون كل هذا قديم ثم
وقدم العناصر بموادها وصورها. كذلك هؤلاء ذهبوا إلى قدم العناصر، يعني هذا العالم عندهم السماوات ثم العناصر ثم المواليد، هكذا سماواته هم يقولون أفلاك ثم عناصر مواليد. ما هي العناصر؟ العنصر الأصل البسيط الذي يتكون منه المركب يقال له العنصر. الأصل الذي يتكون منه المركب. العناصر ما هي؟ العناصر الماء والنار والهواء والتراب. الماء والنار والهواء والتراب، هذه الأربعة هي العناصر الأربعة، وهذه الأربعة توجد في كل شيء من العنصريات، يعني الذي ركب من عناصر. فإذا ليس هذا الماء الماء المعروف عندنا، وليس هذا النار والنار المعروف عندنا، وليس هذا الهواء هواء معروف عندنا، وليس التراب ترابا معروفا عندنا. لماذا؟ حسب مذهبهم يوجد في التراب هذه الأشياء الأربعة، يوجد في التراب الموجود عندنا هذه الأشياء الأربعة، النار موجود، الهواء موجود، هكذا. وكذلك في نفس النار يوجد هذه الأشياء الأربعة، يكون هناك تفاوت، يعني زيادة كل عنصر، هكذا فقط، ونقصان كل عنصر. في شيء يزيد الماء المائية، وفي شيء آخر يزيد الهوائية، في شيء آخر يزيد النارية، في شيء آخر يزيد الترابية. فإذا هذه الأربعة موجودة في جسم الإنسان، في جسم كل حيوان، في النباتات والأشجار، في كلها توجد هذه الأربعة تماما. هذا هو مذهبهم. نعم. ثم ما هو السماء أو الفلك عندهم؟ السماء الفلك هو جسم كمي كروي بسيط، جسم له كم كروي، يعني له مقدار، الكم والمقدار، كروي على صورة كرة بسيط، ليس مركب بل بسيط، ذو نفس متحرك بالذات على الاستدارة. كذلك ذو نفس، هم يثبتون لكل فلك روحا، هم يقولون نفوس. ثم متحرك بالذات، هذا يتحرك بالذات على الاستدارة، هذا السماء والفلك عندهم. فإذا كل هذا قديم عند هؤلاء، لكن بالنوع، يعني الصورة النوعية قديمة، لما للعناصر توجد صورة نوعية قديمة. بمعنى، فإذا كيف تكون الصورة النوعية قديمة؟ بمعنىها أنها لم تخل عن صورة قط، يعني هذه العناصر لا تخل عن صورة قط، إما هذا أو هذا أو هذا، هكذا. نعم. فإذا صورة شخصية ليست قديمة بل حديثة. نعم. هؤلاء يعني فيما مضى ظهر أن الفلاسفة قالوا بقدم هذه الأشياء، لكن هنا استدراك. ما هو؟ هم أتلقوا بحدوث ما سوى الله تعالى، أتلقوا القول بحدوث ما سوى الله تعالى، يعني الفلاسفة في عباراتهم هذا موجود، أن العالم حادث، ونحن أيضا ذكرنا أن العالم حادث، ثم أين الخلاف؟ ذكر الشارح هذا خلافا للفلاسفة. فإذا لقولهم هذا محمل آخر، معنى آخر، بحدوث ما سوى الله تعالى، لكن بمعنى الاحتياج إلى الغير، هذا معنى الحدوث عندهم. أما معنى الحدوث عندنا كون، يعني ذكرنا أنه كان معدوما فوجد، يعني مسبوقية بالعدمية، هذا هو كون الوجود مسبوقا بالعدمية، هذا هو معنى الحدوث عندنا. وعندهم الاحتياج إلى الغير لا بمعنى سبق العدمية عليه. نعم.
وهؤلاء ماذا قالوا؟ الاحتياج إلى الغير يذكر مصلح الدين في حاشيته، وسموا ذلك حدوثا ذاتيا. الاحتياج إلى الغير هو حدوث ذاتي ليس حدوثا زمنيا، نعم، لا بمعنى سبق العدم أي سبقا زمانيا. عندنا الحدوث حدوث زماني، يعني يسبقه العدم بالزمان. وعندهم عند الفلاسفة معنى الحدوث الاحتياج إلى الغير يسمون هذا الحدوث حدوثا ذاتيا. إذن حينما يقول الفلاسفة إن العالم حادث معناه حدوثا ذاتيا، حينما نقول إن العالم حادث يعني حدوثا زمنيا، سبقه أو سبق وجود العالم زمن كان معدوما فيه عندنا، وهم يسمونه حدوثا زمانيا. نعم. ثم بعده إذ هو ثم أشار إلى دليل حدوث العالم بقوله، نقرأ فيما بعد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.